يقول الأول فوق المنبر: إن لي شيطانا يعكريني، يعني مو مرة ومرتين، يعكري فعل مضارع دائما، فإذا زغت فقوموني. رجل لم يعرف له أي موقف، حتى تواريخهم، راجعوا تواريخهم، الأول الثاني الثالث لهم موقف في بدر؟ لا. لهم موقف في أحد؟ لا. الثالث فر ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام عاد إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضة في حنين في الخندق، ما كانت حربا أو حربين، عشرات الحروب. راجعوا جميع التواريخ، هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب، ولا موقفا واحدا.